يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: اغتسلت يوم الجمعة بنية غسل الجمعة، ثم صليت سائر ذلك اليوم، فتذكرت بعد ذلك أن علي جنابة ولم أنوي في غسل تلك الجنابة، وإنما نويت غسل الجمعة، فهل علي شيء؟ يكفي غسل الجمعة لأنه غسل مشروع، ما دام أنه غسل مشروع فهو يجزي عن الغسل الواجب. نعم.